أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من عدن الغد، انتشار أمني في عدن بحثا عن جندي سرق 100 مليون ريال. من الموقع بوست، بعد انتهاء فترة عمله ولد الشيخ أحمد يقول حل الأزمة اليمنية كان قريبا جدا. ومن العربي الجديد، ركود تجاري بعدن وشركات تجارية تنقل مقرها إلى المكلا. وأخيرا من القدس العربي، محكمة عراقية تقضي بطلاق امرأة اكتشفت مراسلات غرامية في هاتف زوجها. أهلا بكم. أشياء كثيرة ما تزال تدور خلف الكواليس على إثر المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر الشهر الفائت، والتي دارت بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة وبين قوة المجلس الانتقالي الجنوبي. ألقى الانتقالي الجنوبي بكل ثقله في تلك الحرب مدفوعا بوعد الإمارات له بالدعم حتى إسقاط الحكومة، ما كان سيمنحه نقطة التفوق التي يحلم بها في عدن ويضفي عليه صفة الحاكم الفعلي، وبضمانة أن يكون داخلا في الفائدة خارجا من الخسارة. إلا أنه عندما لم يتمكن من إسقاط الحكومة عسكريا راح يعلق الأمال على وعد مماثل يقضي بدعمه حتى إسقاط الحكومة سياسيا. ظل الانتقالي الجنوبي يعمل على تهيئة أنصاره للاحتفال بهذا المنجز القادم، والذي سيكون بمثابة تأكيد على جدوى تضحيتهم، لكن الأمر لم يمضي على ما يرام. يضيف تقرير المصدر أونلاين، شعر الانتقالي أنه أمام أحد خيارين، إما الاحتجاج على الإمارات وهو ما لا يمكن أن يفعله، وإما الاعتذار لأنصاره وهو ما لا يشعر أنه مضطر إليه، طالما والأمر يتعلق بالأنصار والمؤيدين الذي يستوي عنده رضاهم وسخطهم. يتابع المصدر أونلاين، ما دام أن الانتقالية يتهم الإمارات بخداعه والتنكر له، فعليها إذن أن تذكره بشيء من فضلها ودعمها الذي منحته له خلال تلك الحرب التي كادت أن ترتد لاقتلاعه لولا تدخلها، وتؤكد لهم عمق التحالف والهدف المشترك. بعد انتهاء فترة ولايته، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن حل الأزمة اليمنية كان قريبا للغاية، إلا أن الأطراف اليمنية هي من امتنعت في النهاية من التوصل إلى حل نهائي. يقول الموقع بوست، تصريحات ولد الشيخ جاءت عقب لقائه الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بأمير الكويت بقصر السيف، وذلك ضمن جولة في المنطقة يقوم بها ولد الشيخ منذ أيام. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن اللقاء تطرق لبحث آخر ما آلت إليه الأمور في اليمن والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة فيه. وشملت زيارة المبعوث الأممي المنتهية ولايته كل من سلطنة عمان والإمارات والسعودية، والتي التقى فيها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتتطابق تصريحات ولد الشيخ مع تلك التي أطلقها سلفه جمال بن عمر في آخر إحاطة له بعد إقالته، حين قال بأن الأطراف اليمنية كانت على وشك الوصول إلى حل نهائي. قبل 70 عاما حاول اليمنيون إشعال ثورتهم الدستورية، أرادوا الالتحاق بركب العالم والخروج من ظلمات ذلك العهد، لكنهم فشلوا، ومع ذلك لم يتوقفوا بل كرروا المحاولة. عن الثورة الدستورية كتب الوزير الأسبق للثقافة خالد الرويشان مقاله في موقع بلقيس مضيفا في أجزاء منه. في 17 فبراير وقبل 70 عاما قامت ثورة الدستور في اليمن، ثورة أنجبت السلالة وعبد الرحمن الإرياني وأحمد محمد نعمان والزبيري وعشرات الأبطال. فشلت ثورة الدستور وزجوا جميعا في السجن عدا الزبيري الذي كان خارج البلاد ضمن وفد من الثورة. أعدم الإمام أحمد 70 علما من الثوار. أما من بقي في السجن فقد أصبحوا مشعلي ثورة الجمهورية في 26 سبتمبر عام 1962. قبل 70 عاما تم اغتيال الإمام يحيى قرب حزياز، كان ذلك في ظاهرة 17 فبراير عام 1948، وهي غداة أول ثورة دستورية في تاريخ اليمن، ومن أبطالها
عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان والبطل العراقي جمال جميل وعبد الله الوزير والقاضي عبد السلام صبره والفيلسوف حسن محمد الدعيس والأستاذ الجليل أحمد المروني. لاحظوا أن السلال والإرياني أصبح أول وثاني رئيسين للجمهورية بعد ذلك، أي إثر اندلاع ثورة 26 من سبتمبر بعد 14 عاماً من فشل ثورة 48. هكذا هو التاريخ أيها المتشائمون، ثورة تلد أخرى، غليان يعقبه انفجار. قبل 70 عاماً كانت نواة التغيير الأولى في تاريخ اليمن، أقول ذلك حتى لا تيأسوا يا شباب اليمن. لم يسكر اليمني بزبيبة كما قال الإمام يحيى، بل أقام حضارة منذ 5000 سنة حتى دخل الأئمة في حياته فأفسدوا كل شيء بعصبيتهم ومذهبيتهم وصراعاتهم، وكانوا سبباً في اشتعال الحروب وتقسيم اليمن. انتبهوا وتأملوا، اشتعال الحروب وتقسيم اليمن، لحظتنا اليوم خلاصة ذلك التاريخ الأغبر. هذا حكم التاريخ وليس حكمي أو رأيي. تتعرض العملية التعليمية في البلاد إلى تدمير متعمد، وتحاول ميليشيات الحوثي تحويل التعليم إلى بوابة لخدمة أجندتها الفكرية والاقتصادية. جماعة الحوثي تفرض رسوماً دراسية على الطلاب في المدارس الحكومية. وقال موقع المشاهد نت أن الحوثي أو جماعة الحوثي فرضت على طلاب المدارس في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها رسوماً شهرية لدفع رواتب المعلمين. وقال مصدر تربوي في صنعاء للمشاهد أن الحوثيين فرضوا على كل طالب ابتدائي مبلغ 500 ريال وطلاب الإعدادية 1000 ريال والثانوية 1500 ريال شهريا. وأضاف بأن الحوثيين أصدروا تعليماتهم عبر المراكز التعليمية في صنعاء ووزعوا سندات لتحصيل المبالغ تحت اسم المشاركة المجتمعية. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها مما وصفته الصحيفة: حادث غريب وقع في عدن، جندي ينهب 100 مليون ريال من على متن سيارة مندوب مالي بعدن. وعنوان: محافظ حضرموت يعلن تطهير وادي المسيني من القاعدة وأسر العديد من عناصرها. وعنوان من الساحل الغربي: قوة العمالقة تنقذ جنديين إماراتيين وتنتشل جثة ثالث أخطأ الطريق إلى موقع الحوثي بحيس. والرئيس هادي يقول: العملية العسكرية ستتواصل حتى يتم تحرير كامل التراب اليمني. وأخيرا من الحديدة: الميليشيا تقطع الطرقات وتكثف من زراعة الألغام وحفر الخنادق على مداخل الجراح. السؤال الذي يفرض نفسه في العديد من المناسبات ذات الصلة بالإرهاب والحرب عليه هو: هل يعني القضاء على الإرهابيين استئصال الإرهاب ذاته، أم أن الإرهاب شأن ظواهر أخرى كما في التاريخ كما الجريمة وإعاقة التطور، شر يواصل إفرازاته السامة؟ هكذا بدأ خيري منصور مقاله في الخليج محاولا الإجابة عن السؤال. الإجابة عن السؤال تقتضي بالضرورة التفريق بين الإرهاب والإرهابي، رغم أنهما من سلالة لغوية واحدة. فالإرهاب فكرة مجردة، والإرهابي من لحم ودم، ولهذا يمكن القضاء على الإرهابي جسدياً، لكن الإرهاب كثقافة مضادة للتاريخ لا يمكن قتله بالرصاص فقط، لأن مقاومته تتطلب استخدام سلاح فكري يجفف منابعه، سواء كانت ثقافية أو مالية. وإذا كان القضاء على المجرمين لم يؤدي إلى القضاء على الجريمة، فإنه على الأقل يحاصرها ويجهضها ويضعف دوافعها وأدواتها. لهذا تكون مجابهة الإرهاب على مستويين، أحدهما مباشر وبإيقاع سريع، والآخر غير مباشر وبإيقاع أبطأ. وبالطبع لا توجد قطيعة بين الأسلوبين، فهما أولاً في حالة تزامن وثانياً في علاقة جدلية، بحيث يصبح مثيراً للسخرية من يتصور أن أسلوب المجابهة غير المباشرة وذات الأسس التربوية والثقافية هو الأجدى، وبالتالي تكون له الأولوية. والعكس صحيح أيضاً، ففي الوقت الذي تجري به المجابهة ميدانياً وعسكرياً يواصل الأسلوب الآخر دوره بمنهجية تخاطب العقل والوجدان معاً، رغم أن ما يقوله علم النفس في هذا السياق لا يدعو إلى التفاؤل بتوبة من مارس الإرهاب واستمرأ القتل ورائحة الدم. لهذا لا بد من إعادة تأهيل من تورطوا في مثل هذه الممارسات، لأنها شوهت فطرتهم الإنسانية وأحرفت طبيعتهم،
ومنهم من يشعر بالبطالة إذا لم يواصل العنف، لأن من أسوأ إفرازات ثقافة الموت تحويل الإنسان إلى كائن سادي. إن لم يجد سبباً أيديولوجياً لممارسة القتل، يقتل من أجل القتل فقط. وإذا كان لأسلوب المجابهة الميدانية للإرهاب مردود مرئي ومباشر، فإن مردود الأسلوب الآخر قد لا يكون مرئياً في اللحظة الراهنة، لكنه بالغ الفاعلية على المدى الأبعد. موقع عدن الغد بدوره نشر تفاصيل أوسع بخصوص الجندي الذي سرق الأموال واختفى، وعنوان الموقع: جندي يسطو على 100 مليون ريال بعدن وانتشار أمني للبحث عنه. قال الموقع إن جنديا من قوات الحزام الأمني سطى مساء الأحد على 100 مليون ريال يمني عقب عملية تفتيش دورية لأموال كانت في طريقها من عدن إلى أبين، هي رواتب المتقاعدين العسكريين هناك. يضيف الموقع: بدأت القصة حينما أوقفت نقطة العلم شرق عدن سيارة تابعة لأحد المسؤولين في صرف الرواتب بدائرة التقاعد العسكرية بمحافظة أبين، وعلى متن السيارة 100 مليون ريال هي رواتب المتقاعدين العسكريين والأمنيين. قال الجنود للمسؤول العسكري أنهم لم يبلغوا بمرور مثل هذه الأموال وطالبوه بالانتظار حتى وصول تعليمات تسمح بمرور المبلغ المالي. وقام الجنود خلال عملية الإيقاف بنقل الأموال من سيارة المسؤول العسكري إلى ظهر أحد الأطقم العسكرية. يتابع الموقع: خلال عملية الإيقاف قام أحد الجنود بالصعود على متن الطقم العسكري وفر هاربا بالأموال صوب عدن، وحاول الجنود تعقبه لكنه فر هاربا بالأموال. يضيف عدن الغد: انتشرت قوات أمنية من الحزام الأمني لاحقا بأطراف حي الممدارة بعدن بحثا عن الطقم والأموال دون جدوى. وقال مسؤول في الحزام الأمني لصحيفة عدن الغد إن قوة من الحزام داهمت منزل الجندي لكن لم تعثر عليه، ولا تزال قوة الأمن تبحث عنه. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية، حيث تناولت صحيفة لوموند الفرنسية العملية العسكرية ضد مواقع القاعدة في حضرموت، وقالت: أسفرت اشتباكات جديدة بين القوات الحكومية ومقاتلي القاعدة في اليمن عن مقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم جديد ضد التنظيم الجهادي في جنوب شرق البلاد. وأعلن محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني مقتل 8 جنود و19 إسلاميا في عملية للقوات الخاصة ضد مواقع شبكة القاعدة في شبه الجزيرة العربية قرب منطقة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. كما أكد المحافظ استعادة الجيش لوادي المسيني غرب المكلا التي كان واقعا تحت سيطرة القاعدة من العام 2015 وحتى العام 2016 قبل أن يتم استرجاعه من قبل القوات الحكومية. الأحداث التي شهدتها عدن مؤخرا لن تنتهي أثارها بسهولة، فقد نزعت الثقة من قلوب الكثيرين وفقا لصحيفة العربي الجديد. ركود تجاري بعدن وشركات تجارية تنقل مقارها إلى المكلا. قالت مصادر تجارية لصحيفة العرب الجديد إن عشرات الشركات التجارية بدأت نقل مقارها الرئيسية من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت. ونقلت عن المصادر قولها إن العديد من الشركات التجارية غادرت عدن وتوقفت مشاريع مختلفة في قطاعات الترفيه والبناء والمدن السكنية نتيجة تخوف المستثمرين بعد الفوضى الأمنية والمعارك الأخيرة.
وأشارت المصادر أن هناك مشاريع توقفت بينما كانت على وشك الافتتاح، منها مصانع ومراكز للتسوق. وتشهد عدن العاصمة المؤقتة لليمن، حيث مقر الحكومة جنوب البلاد، ركودا تجاريا رغم توقف المعارك التي اندلعت مؤخرا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي وقوات ما يسمى الانتقالية الجنوبية الداعي للانفصال والمدعوم من الإمارات. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت حول الشأن اليمني بالجيش اليمني ينزع 3000 لغم في صعدة ويحبط هجوما في الحديدة. وفي التفاصيل أن الدفاعات الجوية للتحالف الداعم للشرعية في اليمن دمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون الانقلابيون الحوثيون باتجاه مدينة المخا. وجاء الهجوم الصاروخي الحوثي غداة إحباط الجيش وطيران التحالف محاولة هجومية للميليشيا للتقدم نحو مديرية حيس المحررة، حيث استخدم المتمردون الدراجات النارية تحت غطاء مدفعي. القوات الحكومية تفرض منذ يومين حصارا من عدة جهات على مديرية الجراح الواقعة إلى الشمال من مديرية حيس في مسعى لتحرير ثالث مديرية محافظة الحديدة. إلى ذلك أكدت مصادر رسمية في الجيش اليمني أن القوات تمكنت من نزع 3000 لغم زرعها الانقلابيون الحوثيون شمال صعدة في محاولة لإعاقة تقدم القوات الحكومية في مديرية باقم. هذا يحدث للمرة الأولى. تحت هذا العنوان كتب غسان شرب مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في أجزاء منه: لم يعش العراق وضعاً مشابهاً على رغم قسوة معاشه، ولم تشهد ليبيا شيئاً مماثلاً على رغم ما تشهد، ولم يعرف لبنان في ذروة حروبه وضعاً مماثلاً. يمكن قول الشيء نفسه عن الصومال وأفغانستان وسائر البلدان التي تصدعت وحدتها وسيادتها ووقعت أسيرة تدخلات جيرانها ومن هم أبعد منهم. قصة سوريا مختلفة وفريدة. لم يسبق أن التقت على ملعب واحد كل هذه الأعلام والمصالح والأخطار والجيوش والميليشيات والتمزقات الداخلية والمبارزات الإقليمية والتجاذبات الدولية. تبدو سوريا مستودعاً لبراميل البارود. إنها بلد وقع في قلب نزاع جيوستراتيجي واسع ومعقد يستحيل حسمه بالقوة ويصعب فيه توزيع الخسائر والأرباح، وهذا يحدث للمرة الأولى. من يعرف سوريا قبل انسحاب جيشها من لبنان في 2005 يدرك هول ما أصابها. قبل ذلك التاريخ كانت سوريا لاعباً بارزاً في محيطها المباشر وعلى رقعة الشرق الأوسط، ولطالما نعتها دبلوماسيون بأنها العقدة والحل والمعبر الإلزامي والشريك الذي لا بد منه في أي مقاربات لأزمات المنطقة. كان لابد من دمشق في أي حديث عن عراق ما بعد صدام حسين، ولابد منها في أي بحث عن مستقبل لبنان، ولا غنى عن معرفة موقفها في أي سعي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. ما أبعد المسافة بين المشهد السوري السابق والمشهد الحالي. الجيش الروسي هو من أنقذ النظام السوري من الانهيار على حد ما أعلنت موسكو. لروسيا قواعد شرعية ومعلنة على الأرض السورية، ولأمريكا قواعد ومطارات في شرق الفرات. قالت صحيفة البيان إن سيدة برازيلية تبلغ من العمر 37 عاماً حاولت جاهدة الخروج من تابوت خشبي بعدما تم دفنها داخله، إذ كانت عائلتها تعتقد أنها توفيت بالفعل. وذكر المصدر أن الجيران كانوا يسمعون صراخها وهتافها من داخل التابوت، بالرغم من مرور 11 يوما على دفنها، وبعدما فتحوا الصندوق وجدوها توفيت بالفعل. شريط فيديو انتشر بشكل كبير في البرازيل أظهر لحظة إخراج الصندوق واستخراج جثة المرأة. وتشير والدة المرأة أنهم عندما أزالوا التابوت وفتحوا الغطاء وجدوا جروحا وإصابات تغطي جسد ابنتها التي كانت مستلقية دون حراك، وتلك الجروح لم تكن موجودة، منوهة إلى أن ابنتها أصيبت بتلك الجروح جراء محاولاتها فتح الغطاء وإزالة المسامير بيديها في محاولة للخروج، كما خرجت قطع القطن التي كانت تسد أذنيها وأنفها.
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق تتولى البت بالطعون، كما أوردت صحيفة القدس العربي، قراراً يقضي بتصديق تفريق زوجة عن زوجها بعد أن اكتشفت مراسلات وصوراً غرامية في هاتفه. قالت المحكمة في بيان لها إن إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضررا معنويا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بعد اكتشافها وجود علاقات له مع نساء أخريات بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه. وأضاف البيان للمحكمة أنها وبعد أن أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحة محتوياتها أصدرت قرارا لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضررا جسيما لا يمكن معه دوام العشرة. لكن البيان لم يقدم تفاصيل أكثر عن هوية الزوجين أو المراحل الزمنية لدعوى التفريق ومراحل التقاضي التي مرت بها. كوارث طبيعية وأخرى مصطنعة، صور متنوعة للحيوانات بالإضافة للصور الفنية كلها نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.